كيف ممكن ندرب الايم تبعك؟ في اكثر من طريقه، راح احطهم باكثر من فيديو وانت اختار اللي بيناسبك. فزي ما شفتوا بتعمل سيرش على 3D aim trainer بتفوت عليه، بس توصله ممكن تعمل لك اكونت عشان يحفظ السيتنجز اللي انت بتعملها. في خيارات اللي هي assessment تقييم، training mode التدريب، download ممكن تنزلها كابلكيشن على الديسكتوب تبعك، فانت ممكن تستخدمه على الويب سايت او الديسكتوب او حتى الموبايل الاندرويد او الاي او اس. والتريننج جايدلاينز وسيتنجز، من سيتنجز انت بتحط اللعبه اللي انت بتلعبها زي وورزون، ابيكس، سي اس جو، رينبو. بتقدر تحط الماوس سنسيتيفيتي اللي انت بتلعب فيه في اللعب، ومن خيار تريننج مود تقدر تختار كويك بلاي، وبالكويك بلاي فيها اكثر من تدريب، كل تدريب له هدف معين، وبيجهزك للاسسمنت اللي هو التقييم. فالتدريبات بتغطي كل شيء ممكن يخطر ببالك، من دقه للتعيين للانتقال من هدف لهدف اخر. ومن خيار اسسمنت اللي هو التقييم راح يعطيك كم من لعبه تجربهم لحديت يقيمك كيف انت مقارنه مع الناس اللي بيلعبوا على 3D aim trainer. هاي شويه امثله اذا حاب انت تشوفهم. ما تنسوا يا شباب تعملوا فولو ولايك وشير، واهم شيء تاج لصاحبك ابو ايم معفن. وهيك بتكون عرفت